لم يتوقف الإنسان العربي القديم في مرحلة معينة من تطوير اللغة أو من تطوير الكتابة العربية القديمة في الجزيرة العربية، بل استمر إلى مراحل كثيرة جدا في فهم الحرف وتطويره. الأبجدية ثبتت، ولكن مراحل تطور الحرف استمرت من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة من خلال الألف الأول قبل الميلاد إلى وقتنا الحاضر. في فترة من الفترات تنوعت الخطوط، ولازم نعرف أنه في فرق بين اللغة والقلم. الآن اللي احنا نتحدث عنه تحديداً في الاختلاف هو القلم العربي وليست اللغة. اللغة هي اللغة، ولكن اختلف من منطقة إلى منطقة باختلاف بعض الأشكال في مضامين تفاصيلها الشكلية. هنا في نفس الجبل أو في جزء آخر من حما وجدنا تفاصيل لبعض الكتابات الثمودية أو الحرف الثمودي اللي موجود، ونشوف تفاصيل كبيرة من بعض الاختلافات رغم التشابه مع المسند الجنوبي في أكثر من منطقة. كذلك لما نتجه إلى الشمال للقلم اللحياني والقلم النبطي، نفس المرحلة ونفس الاختلاف في بعض أشكال الحروف. استمرت اللغة العربية أو القلم العربي بالتطور حتى وصل إلى آخر مراحلة في النبطية. النبطية هي أول قلم شبك الحرف العربي وأصبحت الجملة العربية مشبوكة، منها انطلق العربي المبكر الغير منقط في العصور البدائية.